السلام عليكم. اليوم في شيوة أم والد راح نديرو زلابية البنان، نحبوها بزاف حنا في الجزائر خاصة في شهر رمضان. واش راح نحتاجو في هذه الزلابية؟ أول شيء هو أني نوجد لابوش تاعي، ندير فيها لادوي بهذا الشكل، يعني لازم نوجدها في الأول. إذا راح نحتاجو راح نعبر بهذا الكاس اللي هو 240 مليلتر. إذا راح نحتاج زوج كيسان تاع الماء، ربع كاس تاع الزيت، قرصه ملح، زوج مغارف كبار تاع العسل، لافاني، زوج كيسان ونص تاع الفرينه. كي يطيبوا راح نعسلوهم في هذه العسيله، كان سبق وجهزناها مع بعض، راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل لا فيديو. لازم يكون عاقد ما يكونش جاري. اذا راح نبدا طريقه التحضير، واش راح ندير؟ نحكي مكسرونه. اذا ندير فيها زوج كيسان تاع الماء، وندير ربع كاس تاع الزيت، يعني النص تاع النص بهذه الطريقة. ربع كاس تاع الزيت، راح نديرهم قرصة تاع الملح، شوية تاع الملح، وزوج مغارف كبار تاع العسل، الطريقة. اذا هذه الكسرونه راح نديرها فوق النار، كي تغلي راح نحيها. اذا الخليط اللي درتو في الكسرونه راح يغلي، غير كي يبدا يغلي طفوا النار، نجيبو هنا باش تشوفوا. غير يبدا يغلي قلت لكم طفوا النار، راح نزيد مغرف صغيره تاع لافاني، وزوج كيسان ونص تاع الفرينه ضربه واحده، ونخلط بالمغرف تاع الحطب غير بالعقل. الخليط راه سخون، راح تشكل عندنا عجينه. ما نعاودوش نرجعو فوق النار، خلاص بالطريقه. نخلطو مليح، راح تجي شوية صعيبة لكن النتيجة إن شاء الله راح تعجبكم بهذه الطريقة. إذا وهي سخونة نديروها في لافوش، لأنه إذا بردت ما نقدروش نخدمو بها. ها هي لابوش تاعي، إذا بغيت لكم وجدوها لازم قبل ما تبداو تخدموا الحلوات تاعكم. نديرو بشويه ما نكثروش بزاف، ونشكلوها في طبسي. لانها لا بردت راح تقسح، ما تقدروش تشكلوها. وهنا الكبر تاع الحبه كيما حبيتو، حبيتوهم طوال حبيتوهم قصار، انا راح ندلهم بهذا الشكل. لاكوش راهي بزاف سخونه، راح نستعمل فرشونه لانه العجينه سخونه. بهذه الطريقه استعملوا ترشو وخدموا لكم. انا نحبهم قصار، نتوما كل وحده واش تحب. الطرشونة راح تساعدكم باش ما تتحرقوش من يديكم. ديروا الطرشون بهذه الطريقه وخدموا. اذا انا راح نكمل كل الكميه،
وخلوهم حتى يبردوا مليح باش نقلوه. هنا الزيت راهي سخنت، راح نبدا نقلي الزلابيه تاعي. ها هي وتخلوها حتى تبرد، ها هي الكميه اللي حصلت عليها، هذه وهذه، يعني كميه لاباس بها. راح نبدا نقلي. النار ما تكونش قويه بزاف باش يطيبوا لنا ملاح حتى للداخل. هذا راح نقلي هذه الكميه، كما قلت لكم النار ما تكونش قويه بزاف. والتدبيره اللي حنعطيها لكم اليوم هي انكم لازم تخصصوا مقله تكون شويه قديمه للقليان، ما نديروش مقله جديده، نخلوها غير للمقروط، الزلابيه، القريوش، لهذ الاشياء. ان شاء الله تعجبكم هذه التدبيره. اذا راح نقلي انا الزلابيه تاعي، النار كما قلت لكم ما تكونش قويه بزاف حتى يتحمروا من الجهتين. حتى يحمروا، لازم يحمروا مليح، ومن بعد غير يحمروا نطفيهم في العسل، والعسل لازم يكون عاقد كما راكم تشوفوا، ما يكونش جاري، لازم يكون عاقد باش الزلابيه تاعنا تجي شابه. اذا هنا لازم تحمرهم مليح، لانهم في الاول يكونوا طريين كديرهم بالفرشيطه هكا. الان لازم تصيبهم يابسين بهذه الطريقه، كي تصيبهم يابسين باش تسمحوهم باش ينشفوا لكم، والا راح يبقى لكم خضوره في الوسط. تبعوا مليح لهذه النصيحه وطفوهم ديرت في العسل، عفوا لازم كديروا لهم هكا، تبعوهم يابسين لانه في الاول تكونوا تقلو فيهم يكونوا طريين بزاف. مرميهم في العسل، لازم يكونوا حموره مليح، والا راح يبقاو لكم خضوره ماشي راح يطيبوكم في الوسط. راح ندير الدفعه الثانيه في القله. وصفه سهله، مقاديرها بسيطه، يعني الكل عندنا هذه المقادير في الدار. ها هي هذه راح نديرها في العسل، نخلوها يشربوا مليح العسل اللي يكون ثقيل لازم. هاهم، ولا حبيتهم طوال شويه طبلوهم كما اللي يتباعوا عند اللي يبيع الزلابيه، ما نحبهم هكا صغار في الدار. إذا راح شوفوا كيفاش يابسين، سمعوا لازم تقلوهم حتى يولوا يابسين بهذه الطريقة. أنا راح نصفيهم في الكسكاس ونكمل نقلي هذه الدفعة والدفعة الأخرى حتى نكمل كامل الزلابية تاعي، ونلتقي فيما بعد إن شاء الله. إذا ها هي الزلابية تاعي واجدة، اللي هي الزلابية تاع البنان. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ها هي واجده قدامكم. كما قلت لكم الزلابيه تاع البنان تجي يابسه، كنت مقبل درت لكم حلوه التميرات، لكن حلوه التميرات تتكل في نهارها وتجي طريه وتجي فارغه من الداخل، لكن هذه لا، هذه العكس تاعها، تجي يابسه كما راكم تشوفوا، يابسه كما قلت لكم مقرمشه. ها هي كما راكم تشوفوا العسيله رايح حتى للداخل، وهذه ما تقعد يامات مش راح تفسد، المهم تخبوها مليح في علبه مغلقه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والا عجبتكم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد، وكما تقدروا تتبعوني على صفحتي على الفيسبوك شيوات ام وليد. والى الملتقى مع وصفه جديده، وان شاء الله دائما ندير لكم وصفات سهلين، والى اللقاء.